يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أيها المثل تقصدين أخذ سادر سيدر بالخالق سبحانه وتعالى ذي القرآن الكريم ورخت دي في كلام باش أنسى عدي ست الوقت، ولكن في كيف تد الدروس للعبر للقوان ينس يغدي سكان يسيد ربي سبحانه وتعالى دي الواقع. يقرد قويس: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في قصيدنا ذين اليومين العبد يؤمن العبد يسعى الإيمان السبويس إسكاليس أبريد الرحمة أبريد للهدى أبريد الإسرائيل الله في النسي لربهم وذبريد الجنة كما يتمثل إسرائيل المحيد وليد إسرائيل المحيد خاف. تقصيد هذا لنسي بفضل الله ورحمته تقصيد تبوث من السبب السبب أي مثلا ديوث تمورث ذي اليمن يقول يقصد ربي تقصد اليوم وتشور ذي العبر وتشور الدروس إذ قلت إذ كان يقصد ربي القدرة ينستم قرحة إذ انتدي تكن إذ انتك كسن انتك الفذن انتك سلسين انتك تعزون إذ انتك سدولون إذ كان يقصد ربي الخالق سبحانه وتعالى وين كلمة دي فكسي بربي ذي النعم نسدي كل الخير إلى قد في أحمد إلى قد في شكر أذي عقيب لهم كل نعم صغر سيد ربي صرحه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. مدام يحمد سيد ربي ويشكر يعرض في النعمة نسدي فكسي تمر من رزق ديالهم ها وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولكن ماذا قلنا يطغى يضر منيس يقرص ماشي دايدي شويه غادي يخدمين ندير السنه عند سيدي ربي ادي الشلب في الناس اللي عملني ما ستيكش وماشي الحاج الواعر مع سيدي ربي يقال ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. الكلمات اللي انا في مرتين انسى بعيد مثلا في ديال ديوث تورث قال لها ديوث القبيله ديوث تدات ديال تمرث في اليمن قارنت باليمن الشمال اسماعيل سبع بالنسبة أجدل سنة مقارن يشجب ابن يعرب بن قحطان ولكن وإذا هذا المهم ذي سم ولكن المهم الدرس ذي العبرة والجزائرين ديون الملك ذي الملوك أم زوارون ذي الملوك اتمرثنا اليمن إسعى أسيف ذي المرثة جنس ويفكي يسر ربي سبحانه وتعالى الحاير إن ذي جنث معنى وصابر قدش خصا الزاقين يوث الجنة رجعها ذي فوس يوث الجنة رجعها زي ما يلي خير إلا ذيس ولاش دشي خصنا ماذا جاه ذي فوس واش دشي خصنا غف الجهة زي ما سبحان الله وش دي عايز نسيد ربي الأنبياء قامد بلين حكود لك أزم 13 من الأنبياء دي شكاع غير في مرثاقيا وما دي شكاع النهية معنى ذا البها دي البها يعرف أثني دي هذو هذا وريد الوريد نسيد ربي أسم أم كيسن قارن اتشف يلا رزقا يسور سيد ربي ومدين في كان كل يوم سجيها نوع الحمد ذات سيد ربي شكرت ثاقيم لي سيد ربي ومدين في كان يخيرجي ون يكسوني عذاب يكسوني ياز يكسوني خوف يكسوني كل يلا يخالف كي يودي كل يوم عقيد كامل سيد ربي ومدين في كان وإلى قد الحمد من قد الشكر ايه مثلا خمن يوم السد القسيفة جيم ند يوث الجنة الجهة كانت الجنة الجهة كانت ويالي خالي الذي سيت وشو كده شو يخص المرة أكو تعيشين الصلاة اللي تعيشين في مرتدين خدمنا السد يوسف نيم قرآن أمانة ما اللي دغلين دغلين حبسنت باش تستنفع نيسن وغاي انت مرتدين وتتخصى لنا ومان يولي كل يوم واسدك سواس السوي مر الحياة المشي يسن كل شيء كل لا عمرتني خص إذن نخص السكرة ذوقي اليوم إذن دي فكاس إلي ربي الخالق سبحانه وتعالى كان يقول مثلا سبقي قرن السد وما أرب سدم قرن 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 يسوى يكتب ورث مرة وغير كل شيء لزيزاو يا الخير لنا يا الفكية لنا
ألا تعيش داخل الجنة أي مثل أرسال دشون أرسال دشون وإذن خصان كما يتمثل وذكمل النعمة من سيد ربيهم في اللسن ويبقوا سيد ربيهم بعد في اللسن كل أين الدمر بعد في اللسن يدوم يوخر في اللسن جميع النقم ويكفتن أمد المكلمة ديت الشيء ذن كل خير ألا يحوج ديت ذات سن الرزق مرة أكل يوجد غرسا ولقع سن تكب والتجارة سن تكب كل شيء سن كل شيء تكب إخامن سن يا الخير يزيزن يا الخامن صعد الخير يا الخير يزيزن حكوا ده نقول خير نحن مرة نروح العبد دي كسر الفاكهة تغلد وحدس أدي وين كرامة أكيد يوم ذك فوسيش في حماية كيف فوسيش أدي أدي كيس ذغلو يدغلو مرد الدوار أدي أشعر أين كنام من دي دي من الحين اللي نعم دي إقوى كنام سبحان الله يقاس ربي لا لقد كان لسبعين في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور الله سبحان الله إذا الهوى نسم العارف أمان نسم العارف القاع نسم السكين يلخل يغل في اللسان سبحان الله الصواب الصواب المؤرخ إلى المدى قرب لنا الهوى نسم أثق بيارا ولو كان ذا الكائنات الحية اللي تصدرون لكنين أولي زمان ذي عيش وزارة داخل أولي زمان ذي عيش تعيش تغير بنت داخل وزمان تأذي كرب ولا يضر يعرض مرة أكل ينقذ الهوانين مقدر فوت نديم خلاص وصل دشر يضر أي ضر يعرضنا يتعيش مكان داخلنا كم يث مثلا إذا نذني سعنا كان الحمد لله سيد ربي شكرا داقين بلي نسام إيزم اللي في كان أنشتيا أي مثلا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الناس اللي أي تظهر بلي غادي كيون ديف كان سعم سيد ربي ميقو ساعة خير كلش يوقع في الناس نسى ديف كان نشتري وإن من شيء إلا عندنا خزائنه سيد ربي ما يبغاش ديش ماليون ماشي الحاج الكبار ويز مالات ديون هذا قراءة كيشن سيد ربي سيد ربي توسع المغفرة نس توسع الرحمة نس وين دي الزمرة الورس حشم أذبح علي أذبح أيت مثل أس يعفو الدلو ينس صالح مينس دلو فضينس أكيد مثل خطاة مرتدين سبع في بداية الأمر أعرف ذنسي يا ربي سعن الدين من أهل الكتاب ومن نسخ الله سبحانه وتعالى كان يت مثل يا نجد سيد ربي ذي النعم ينس أيت مثل ما تسمى قيل ذي السفر ذي تشيه أو معنى ذوياجي إذا روح مثلا دي ثمورث من اليمن دي ثمورث من اليمن من الجهة الجنوب حشان ماذا قلت ثمورث من الشام أصحوا السنة لن المشقامة من السفر أول سياسون أول سفادن أول عقون أول تشين أول سهجين أنا عوين بشان هذا روحنا غسي بعد مشوار ولكن إسقر بس من سيد ربنا غريب يالي خير تسافن كذبه غريب أول حواجنا بشان هجين يعني أعوين باش الباشا هذا روحين ويكسس سيدي ربي الخوف سبحان الخالق وسعين الناس وسعين الفم وسعين عقو وسعين يخوف الله ذواقيم ذواقيم إذا يتسوي لهنا قول ذواقيم إذا نساسنا الإطمئنان أقول أي مثلا وذواقي تمرت لكن سبع سيدي ربي سبحانه وتعالى ما هندة مهي وسدي قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين أما كذا ما تقول يا الخير يحبس على فلسة أسعنا للخوف أسعنا شلو بذل أسعنا وسنسقى طعن أسعنا أتسمى قرن أين سنخذ من أين من دين أسمعنا إيجاد دار الوقت مقرحانا في قيس عشناك أرفع قيمة مرتقى السبب والحمد نرى ربيهم الناس ماشي ديدي كان ينسوها خزات كان سبحان الله مثلا النفس البشرية فعال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الشيطان يشد ذخيرة نفسية من بني آدم ساعة يعني خير شام سوان تهنان ولا شو بدي شوفني خصني ولا شو الخوف بس نرجع روحا يثي حد في نسخة صورة ولكن ما زال نفسيا الإنسان الذي نتسامع الناس ماشي ديدي كان ينسوها سبحان الله إذا رحمة سيد ربي رحمة رحمة سيد ربي سبحانه وتعالى عيان القوين العيان عيان دي لهنا عيان دي جنث وين
ويا عيان اللي يجي مثل وين ديش دوم الجهنة ما هي مثل إنسيون إيه إيه بس إنسى ما هو الجامع يعني إذا تركت إنسى الجامع أعداء دين الجنة أثنين كيلو إنسى غير الجهنة ما غير ثقب ضمير تعدد دين الجنة أما إذا مثل فوق دين الجنة تعدد بغض الجهنة إذا الإنسان مريض في من يستي الجنة قد يحمد ربي أن يقيم أن يستقر هذه الصدوع يا سيدي ربي بس الاسلوميه ما سيدي ربي هذه خير الخير هذه فعال ولد سيدي ربي ولكن انا فعاليهم اعيان اصبر لنا من الخير اصبر لنا الى هنا اصبر لنا حرمي من غير تفرنديس الله الله اكبر ان النفس لاماره بالسوء النفس يا بلاد ما نعرفش غير تشوفوا غير وين ندير غير الخساره غير نجر بنجي المؤمنين قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ايه مثلا القومه اللي تمر تنسبا اعيان من كل اين العين من راهي سعنا كنين تملان ليس فغانا تجدل الهواء سبحان الله فغانا الراحه النيمه ذي القلبه النيمه نعقون التعب ذوين ذو كيلو سهجينا لكن اعوين مره روحين شي بعد السفر وتبغينا راه نشتم فغانا تشحن الصحراء وغانا ذاك اليوم وغانا ذي حول وغانا ذاك دينا عوين وغانا انا تكفر في دين عيان داخلي داخلي الخير الله سبحان الله ليش لكن هذا هذا ايش واش تجي مرات نصير ثاني الى قانون الى قانون الحوم الى قانون عاتب سبحان الله انشتم يا ميت مثلا خزر كذا نفسي في البلاد ما نروحش غير نتصور وتحبس انا كان غير وين كيف تبدا تشوف خير من العباده اللي نسيت ربي من بعد لا بذن الغيرس عبدنا الاصنام وخاصه عبدنا الطيج الله اكبر وخا من عباده الناس اذا بدهم وخا الناس يشربوا وغن 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 ذا تجي عبد خسر كان مثلا الغنية الشين دونيث يتشرب بنو ادم يطغى يشوفوا غير توبرين شحال عبادي اسمنا دروسي كيهام اسمنا دروسي تخدم خير اسمنا دروسي إكس على التواضع اسمي دين غير فلاش يغل للمجرم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى سبحان الله هكذا مثل إنسان الطغى عفن يطيج وخفر السيد ربيع بالقيسة مثلا تشيك يما تخيل يما أن القومة يما تموت إنسان ما تزران بالنيمة اسمنا دور حقنا الهود هود تبيب النيمة اسمنا الوقت اللي سيدنا سليمان عليه السلام اسمه اللي فلاسو كيوفر ولكن يحكي تمسكي ما يشوفه ثم طفقيا اقدر اقول من ساعه ذن ذن طيش سبحان الله فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيد لهم الشيطان اعمالهم. يعني هو فيها ثبت فاكر بالقيس اخذ القوم الناس نسال نحكم يقعد الحكم الروزيس يعني شوف اخذ عبدنا طج وقام في الوقت اللي سيدنا سليمان هذا مثل وهذا نحكوا بفضل الله وبرحمته ما مشي تقصد تنطو فاكر بالقيس امشي تشم غير الاسلام الدرس الدون بفضل الله وبرحمته ان شاء الله. كما هذا مثل إذن أغين عبدن ذي طيج سبحان الله أي مثلا والكفر النظام يخلون بيجي ما لذعون إيمان سب الله ذعون إيمان سب لأن عيام دوي قرد في كذا كان سيد ربي العيد ذي الخير كان قرد في كذا كان نفغي ما نحس شوية الله نحس سعقوم نحس وليش لعو الطابق غير الدليل ذكروا شرع الصلاة في نفسي الإنسان يقال سيد ربي قويس فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم أتصل عبادة من دين عام سيد ربي أتصل مرانا في دين عام سيد ربي أما تمرانا من العبادة في كيزن سيد ربي يلي خير ولكن وذا عبيد لا حق العبادة كيف مثلا أصل قرني مكيا ذر قر ولا عبد قرني مكيا زاد كان يعني يفادي نعم سيد ربنا ذا قر يمكيانا كي هنا زاد كان مثلا لفاطي إني الخير سيدي ربي سبحانه وتعالى أثي صدر إذن
أتاسي في دين عام سيدي ربو، ولكن ذا طعام يتخان ذا كفر أكفر أكشمن بالمحرمات صارتك بنين يوهي سيدي ربي أظل من يغشي السنعة من سيدي ربي إذا أشكر من سيدي ربي وأذحم ذن أذحم ذن أشكر من فريز ديكا، ولكن ثم ثانيا نسبة هذا عم باش يسني سوي كسوة جتا ناد إذ كيس سيدي ربي الأنبياء باش يدعون الأخلاق في درم غير أريد سيدي ربي باش هذا أنا عبد سيدي ربي واحد أسوس خدم لا شريك ماشي ذا طيجي طاجي لا وين تيدي خيقان سيدي ربي تيدي خيقان سبحان الله. إذا هذا عبد سيدي ربي واحد أسوس خدم لا شريك وهذا جل الكفر اسمك ثاني تريد سنيع ميزن ديفكا سيدي ربي سبحانه وتعالى والسبب ذن تنبلي إجماع ينزل في الاسم العقاب ولكن ما تسمح السنان واستعرفنا لا وغير مستعرفنا لا بلي سيدي ربي زندي في كام ديني عامني وغير تكبر وغير الاطغام وغير الظلم من وقدم راني في الدرجة يستحق للعقاب يستحق للدمار ينواس وسام سيدي ربي سبحانه وتعالى سيدي ربي سبحانه وتعالى يفكد الإذن باش ينزل العذاب في الاسم ولا قرر ذا السام ما غدا زكا يوسف ينزل في الاسم العذاب العذاب ما يحمد سيدي ربي يشكريته في النعمه ينس هذا السجن اتحمد سيمي واما بنعمه ربك فحدث اتحمد العمل العقيده شغول اتحمد شغول اسفان واتحمد اتحمد العمل اتخمد النعمه اللي يدفك سيدي ربي اتخمد الخير اتخمد اتشكر الحق سيدي ربي واتخمد عيني لهذه تدفني على الخطر ولا قرار كثير جميع من إما قسم غاسي الجر وإما أكثر جميسات نساء كان يث مثلا وإذ تأذر ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سبحان الله. إذن ثامر ثقين سبع ثقرد ذيوث الآية من آيات الله حشم يفنى العمر الدنيا دوني تسيد سدر السلطة سيد ربي سبحانه وتعالى من يوث الدابة ثمشتوح قرد ذي غذين الجوردان ليك شو نسنا الذخي من الذخي السدنيا ذان الحفرن دي الحفرن دي الحيوضنيا الحفرن ألم إفلان السدنيا أسمين إفلان السدنيا إن غرد ونشتنيا من بعد إن غرد غرف مرثنيا أولي جيون إن غادي العبادين إن غام إخا من السدة ميثن الزيرة عن كرس عن ذي كران كرس عن ذي الخير مرة ذي قاع كرس ذي النيم حمرة ذو غان ذي السحرة يقال سيدي ربي سبحانه وتعالى فأعرضوا خطر فغنوا فيه ولي فغنوا فيه ذو لقرى ريس أسيف قطوع باش هذا دي يغير ولكن مد يغير يعد مما ليس يقال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرين يفكيش نسيد ربي من أنشتني قوامان مرة نكحل إكفر إجرس بني ذا سوى كذلك نين غريتي ضغف ثمورة سبع فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفر إذا كنت الجزاء إذا كنت العقوبة قلناك لكفر ويحمي ذا ربي يغفر صنيع من سيد ربي سبحانه وتعالى سبحان الله يعقب ذي سيد ربي أين يموت ذي سيد ذي العجب ولقى عن سيد مران ثو غير السحرام يعقب ذي سيد ربي في كيز ذي العقاب الألي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف مثل إلى ألحم سيد ربي سبحانه وتعالى في النعم يضيفك وانظر سيد ربي إذا غشدوا بذي النعم الله ثغاي ثمر ثنسن أي مثلا بعد كل شيء زجزاو يغال كل شيء قور كل شيء السحرة كل شيء محا زيك ذي لسا وغير نرطيق رمشت عين كل شيء روح في إذا ربي ثعار يثمثن قال سيد ربي سبحانه وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة ولي لا يقول إذن الضلالة سيد ربنا سيمد الوقت سيف كل وقت ولكن هذا كده يوجد يوغاي اللي يفكر في سيس غربورس ومي يفكر في سيس غربورس في الدمين اسقر حد يقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد في الدمين اسقر حد خزرات ويدنيا إمس بطرين النيا
يقعد بسلم الدل ذا فاس يخدم لي فطي دي القاعم يخدم لي فطي دي عباد حسن لي عباد دوياش ذي العبيد أنت لا إدوينا الطفل هذي ذي مرة روحنا ذي أرثيث ألقى بينا العمل نسن ألقى بينا السنسن ذينا ونجهد لنا في كيش نشطع الجهاد ذي دونيث ولكن خلصنا كي بوثن وكذلك خربوين إلا درس وطي ذي دونيث وقراراتي ذي أشواسيش كيف مثلا ثلاث مرثا قيل سبب ولاش تمورث العيين مثلا من سيد ولاش تمورث يسعان لغنين من سيد ولكن تغيد الخراب تغيد شو دمار تغيد حشر تغيد الرمي تغيد الصحراء سبحان الله أجري ديوان إديوغان دي ثمورث نيم مازل ومثلا هذا الحيين من عن ألف ذني قش سنسل ملك زندي قرار من القش ألف ذني القش سنسل روحان وغينو الزعن أمي فولا في اللوح كان ديك سن روحنا غير في مورث الشام كان ديك سن روحنا المدينة اليثرب المدينة المنورة ذينا يتفغن قدام الناس يتفغن الأوس الخزر جدي المدينة وكان ديك سن روحنا في مورث فارس فرق الجوغرسن تشت الجوغرسن أمي فونا في اللوح وغين تشدو اللن أنا سعيش دي مورا من الدل زيغني سعى من عزة وغين من الدل زيغني سعيش نمس سلطان ثورة مغين دل عبيد زيك لان تساد دعم بيه مورد انسان ثورة مغين دل عبيد يقال سيد ربي سبحانه وتعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق الله 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 وحمد ذا رسيد ربي أكي مزق سيد ربي أسخد ما البطر سوين سوين سياسة رأس النعمة سيد أصدر لي بني كيمون إفكيد سيد ربي ذي النعمة حمدين شكرت خمضيخة خطر ورقة على صورها وستطلبني ولكن ماذا قلنا يا عبد الحميد على سيد ربي سيد ربي في مزق الله أكبر أكاعي تسو مزق في مرتبين سبا أمي فاونا في نوح كانوا رحنا في مرتبين الشام كانوا رحنا في مرتبين المدينة كانوا رحنا في مرتبين فارس سبحان الله ويجعيه من سيد ربي دي مثية تنسوين ذي كمان نسلم الدل أنا ما يفنى العمر من دونيه أصل ولي كان رويضا سينا نصدروا يتكام في أماكن أم في مورث السابع ويحمد ذا رسيد ربي نصدروا يتكام في مورث السابع إجاري في سيد ربي سبحانه وتعالى ذي الأحاديث أحد درنف هذا الدرنف اللسن يا عباد ذي المجالس نشن سبحان الله يا رثم ذي الفقراء من بعد من لان ذي الأغنياء ذي ماركانتين بعد ما تهنن ذي ثوالا نسل بعدي وزعينا وزعينا ثوالا دونيث ويفارقين بعد ما من جمعنا ذي الأعزاء ذي ثوالا نسل ويسيد ربي وزعينا من غير ثوالا من دونيث الله أكبر سيد السنان سيد ربي ذي العيبة ديس ولك حمد سيد ربي سبحانه وتعالى ما في النعمة ينس ويخدم إفكاد حق سيد ربي دخل من النعمة ذي النعمة يزدف كان فوز مربي وليد المسيف وليد سيد البخيل وليد الكبير سيد ربي نسد سجد النعمة ينس ازدفك أكثر وينك اللي يزدفك يقال وإن تأذن ربكم لا إن شكرتم لا أزيدنكم ولكن ماذا قلنا ما تكنش أبنى دمت جحدر النعمة سيد ربي كفر في نزدين بيوسف وسيد قال إنما أوتيته على علم عندي أكسي إن قارون أنت تفو خمسة كيس يخصف سيد ربي فلا سيقع يعاب ما اللي يخصف سيد ربي ذي النعمة ذي النعمة سيد ربي كده حلال مش سيد ربي سيد ربي سيد ربي أدي يخصف الفابيس أما كان يخصف أسقاره الله أكبر إذن أذي يحمل سيد ربي أذي 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 شكا أذي أذي خدم أذي خدم ذي العمل الصالح أذي ذي الحق إيش يتلس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ملاش أذي سلم سيد ربي النعمة من الكفوسيس مش الحاجة بوعر ولش وين ولش وين يحتاج كرم ذي النعمة من سيد ربي يقول سيد خلاص لا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم غسل نعمات سيد ربي سبحانه وتعالى ابن آدم نعمه تسيوث نعمة ولكن نعمة الدائم ينس الرسل للنعمة ينس أسكيس يا عجب أسخل ما كان شيء أبسكس ماشي الحاجة بواها سبحان الله فيقضوا بلا إن كفرتم إن هذا بلا شديد لإن شكرتم لا أزيدنكم ماذا هذا الحمد لله شكرا من سكدا ولا إن كفرتم كفر إن عذابي لشديد يقال أن ترى إلا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ما يريد من نعمة سيد ربي سبحانه وتعالى ما فيه تمر سنعمة وحمد نرى ربي نغير في الجماعة نغفي عبده نعمة سيد ربي فلا سيحمد نرى سيد ربي أثي الدمار سيد ربي سبحان الله فما أعظم القدرة سيد ربي سبحانه وتعالى
ماشي الحاجة بوعرف في الله السبب بالخالق سبحانه وتعالى الجميع ذلك كامل أكوى إجمع أتمحوا رشع إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ما يعجب السيدة ربي قصد ربي ما يعجب السيدة ربي العباد فوق كثني محوا ما يعود القوم الجديد العباد النظام الجديد إذن الحاجة إكسهين في الناس أن يدل الحال على الحال ماشي ما يدل هذا ما يخبر سيد ربيع كم بعد كيف يعقي أصل أن ده شو يدير مني هو يدير ما الحمد لله تشكر أشكر دائما كم ولكن ماذا قال ذلك الشيء كفره استغاب فرد وغري أي خدمة كم ماشي الحاجة جواه في الناس يقص عقبك كيف مثلا سيد ربيع ولد المرا ينال أشتيا حشين يقول على شوف سيش وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم لأن جمس في السنون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ما تجدر السيران كي قالت سيد ربي ما تجدر فلاي ما تجدر تروين العين أتجدر وين العين ما تجدر تروين الدين أتجدر وين الدين إغاد تجدر ما كان الشيء سبحان الله أكد الحيث سيد ربي أدريحو ذلك لأن الله لم يكن مغير نعمة نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون سيد ربي ورد ظلمان العباد العباد يظلم إيمان مسلم سبحان الله كما يثبت وتغيرت لها النعمة النعمة تورث جانب سبع أرمي ذي اسمه افغني وفريد سيد ربي وحمد الله رموس شكال الله وتغاني عن ذنب طيج يقد ذلك جزيناهم بما كفروا ذلك في كرازن الجزاء ذي الكفر يكفرون خطر عبدني طيج إذا عبدنا الواحد الأحد عبدنا طيج سيد ربي مجديس لبعد أن جربي جيبوا من الفلس الله أكبر أكما يتمثل ثبوت سبع أرحمة سيد ربي سيد النعمة يكيس ديال الخير ديال الخير كلشي تبدي خير القاعة تبدي يعني تبدي لهنا ولاش الخوف ولاش راس ولاش فال ولاش عقوم ولكن يقال الحمد لله سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقال الحمد لله تشكر الحمد لله يقال الضوء عن الوين ديننا نفخم لا نفخم من وين في ديننا هذا شو خر ولكن الضوء عن انا قصدت كان يتمثل اذا باش يزيد يقول لي بيجم اذا نشتري عصا سيدي ربي وسيدي ربي جديد في المسجد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى غادي يفك لي الخيريس وغادي يفك لي هنا وغادي يفك لي هنا كما يتمثل إلى أن نعقي بالليم وإذا على العبد إيمانيس أما كان دعان وأربع أيام أن قوم سبع دعون دعوني إيمان سن باش تجدي في اللسن ديال الخير سير البلا غنجر ربي يجي مؤمنين اتصل شويا دعوني دعوني إيمان سن لا وإذا على إيماني غصب لك هذا هو الطلب غصب لك هذا في النظر لي في النفس لي في الجوارح خاطئ خطر ملائكة قرن آمين مع الذعوة كنين هذا ينزل في لك البلاء وسيد ربي ذا الرحمة الواسعة يعفون الدنون يعفون أي ضغوط خلط زيد غرورس زقو غيد غرورس وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لهم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وغير سيد ربي أضيف يعفو استغفر الثوب هذا سيد ربي وقف يكد يغض ملك الموت تصمثون ما الثوب هذا وقف يتصمثون سيد ربي الغفور الرحيم إلى قصة عقبك أي هذا كي سرجوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن سيد عبادي ويفكى نفوس لفروح إنسان ألا تنصرجوا من ما تقين الورين وتستعد الرحمن وهو نعفو الدلو من غن مرة وغيث كان الورين وغيث ذا الورين وتعطي ثرا وصرج ثرا الرحمن يقول وصار من الماث أن الرحمن اللي كان وده في ديقظ ولكن ماذا قلنا الذعوب إيماني وذي عين ثرا إجمع أكيد ولكن الذعوب ذاك نقدر في سيد ربي إذ قال أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها الذي نذر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بالخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون إن أذعوا ثلاثة يمنوا الحاجة سيخر أخذ الملائكة ما قارن أمين سبحان الله ما قيل أي مثلا دائما دي العبر أدن كسر الدروس ويقول ضرب دي مورة سبع أمشي كتنتقم سيد ربي سبحانه وتعالى في الظالم مريد يفغي وغريب مريد يطغام مريد يظلم مريد يفغز دي سيد ربي دخسي أدي في كافوسيس غربوس أرمش تعينه يا شيخ الله هذا يجب أن يحسب ربي عباد دي عباد
ولكن مش عين أشيخ مكة يقفض وثيت سمجر الجبريد وثيت سمجر ويمحرق ذلك. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ احسش ويشيك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. دي جميع تقول الدنيا ثمرة أكوة ذين شو يشوال من النام ذي العبادة تعيش من خلال الله وحمدنا ربي قبيص ربي في الأسن. إذا الإنسان يلقى دائما إلى قد يحمد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيد ربي يسعى الانتقام. إن الله عزيز بالانتقام الظالم وجلس يقول لسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى اقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في الدمينس قال حاث رجع بيجي المؤمنين إذا مثلا إذا أنا أقيد بالله سيد ربي ولاش نجد كان نجس وسن حكمة ينسل بالغة ونخدم الإنسان على كل شيء قدير وذي وسن حكمة ينسل يخدم شوية كان إذا مثلا خزر كان العبرة يعني أنا أقيد بالله أنا كنت في الدلت الأحوال غفي عالم الدينيوني عبد في خاص ربي بويس عزيز نقد ولا بلوغ بالشر والخير فتنة إجماع كذي فيوس إذا ربي كذي بتاني سب خير سب خير كذي بتاني إجماع أشحن عبد أرس تاني سين المدن يعرض متواضع يعرض العائلين ويعرض يقدر متي دس العرض وش مغارد ما نيش ولكن يوم بس دين الرفلس شو وش ما خيرك بالدن أدي شو ما خيرك عشان يشوف الله بس أنا عنيم الجنيك تعيش ضعيف إنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا ما الذي فكسي يا ربي يقتصد وضعه كما أنت في السالب ولكن ماذا في السوء إلا مالي ذا صب كان يدي قيما كاليوم إذن أنا كنت في الدين الإحوال أدي اليوم دي الغني غسا أسكي دي ولد الفقير أدي اليوم دي الفقير غسا أسكي دي ولد الغني وإذا كان ذي السنة سيد ربي دي الخلق الإسلامي في العبارة الدنيا ذي كان شحال يقول صفر بمشي يتشم ثلان ذي بثريك يتشم ثلان تسكنس تحفظ بغرم بلك سنة تدعت في البورثة ذي كثي في البورثة تسالان مستكنانا ولكن يسد دي وقت الرويس نغرر وغير رويس وغرر وذن اثنين سعر المرتبة ثم قرأت كل شيء يغير في الاسم ولكن ماذا قلنا شفى ناس يويقين في دون هذا كان هذا عقيل يقول شيء يتكلم وشهد غير الوكل لنا نجد الإنسان كذلك قطع سيد ربي وزم الناس بقرر أن يعمل يسي السيدوية لا دائما أذي للتقلبات قرأ أكهات سوال أكيد سيئة إذ من هذا ويحب سلام أفوز سيد ربي في عباد هذا كان كام ولك حمد سيد ربي أستيجا كام ونحن ذا سيد ربي أستيجا كام الله أكبر وكيس قلبا ذي الغنية غير فوق أذي ليون ذي العزان يغايدا دلون أذي ليون دلون يغايدا يتشعوز خطر لك فيش شيء لا إذا غرك أذاك ثغرت نفسي إنك أسجعيد بالليم هي قلت شربك دائما الذي يقيم غربك لا تسمع غربك إما كي تشوفك سن حياتي وإما كي تشوفك شيء ذكنا ووووكي إذور إذوري يعني ولكن دائما الحلال الذي يحوم على القلب إلى قصح من رسول الله بأن كل تسوق يا رب في الله الله أكبر ها وكل شيء سهل رسول الله بالخالق سبحانه وتعالى صار كان يث مثل كيف ظرف مرتقى السبع ادمرت سيدي ربي وتجش تنف ورا الدنيا مرة ما كان نسويه ذي ورا الدن مر محل إلى ربي سبحان الله خذ أمي بقول في الواحد ذي ورا الدنيا لا أرضى سيدي ربي أنا حمد سيدي ربي أن دون وكن دي الناس سيدي ربي أن يحوم أن خمس يح أن يحوم أفيهنا أن يحوم كل يوم يخدم الخير يمسين سيم أدي من يمس بويس يمسين سيم الخير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أعقب اللي رزقيك رزقيك سيد ربي يغالي لا وماش كان بني الله دون وسيط قالوا لي قرعات وفيس قرعات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أرمد الرزاق ذي اسم سيد ربي وما دي هذا الرزاق يقص عقب بني أي دي قص سيد ربي أزمي لا يونه كسر رزقيك يوح إنجي في وزمي لك ذكس لو كان هيك سكة يعذك شوية أكثيك يقف يقيد أرسخي كانوا بوزيس يكسك لك أدي اسمي السيد ربي دي الخير إيس حاشا ما نقول له وإنك إنها هيك سكة إنها كين يتسمع قايم وشي يفتنا عمر أدر الظلو ذنز خطر السيد ربي يجهل نخزين الشرط ولك تشاري يون وما من دابة في الأرض إلا على الله رسوها إذن كشتين أرسخي صوى السيد ربي يقول إقلا ولكن سبلا السفوسي
أسكر لك شو يكسير رزقي ويكسير رزقي ويكسير رزقي لا أثناء فرسي في قلا للسبب ولكن رزقي فرسي سيد ربي قلا خدم الجهودي وتبع علينا حرم ربي وتبع علينا يوغي سيد ربي وروح سيد ربي إلى السمعة وطاعة لسيد ربي رزقي لك في السوء ويكسر ذلك شعوين ما ذكرة الصلاة سيد ربي خلو ذاك اللي يبغى سيد ربي رزقي أدي جعل رزقي هذه السنة درجي كان مثلا لا ذي خلو الجهود أدي ينفع خير الناس ينفعهم أدي ينفع ما ذي شيء شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم خزر فيه مثلا وش قال لا الدين نار الدين دين وكان لا إنك الرسول صلى الله عليه وسلم إنك في أين يحوى فيه ما ينسيم أدي حوى في الناس بجوز قضوة غوصة أدي ينفع من كل يوم يقول كانش كل يوم زر ميتينس أدي ينفع العباد من دون مرة أتنفع يوم نثني عنك نفع عنك شاب تنفع إني كذي حوى بجوز قضوة ثغوصة فيه ما ينسيم خير ماذا قال أعتكفى أعتكفى دي الوقت لما ذلك وقت تظهر للذكر قراءة القرآن الكريم تسبيع مرة ذخل المسجد النبوي شهر أعتكفى دي الوقت المسجد الوقت ذنة أشهر إن يكفي في الطلاوة سامة ما يمشي ماذا قال روح أقضى غصيب لا إله إلا محمد رسول الله صلي ثلاثة النبي عزيزا صلى الله عليه وسلم الإسلام دين العمل إسلام دين النهنة إسلام دين الخير إسلام دين المحبة إنما المؤمنون إخوة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وتشمل أن يندقون حشو ما تحمل ذلك ما تنسي أن يتحملوا إيماني كما مثلا إذن الإسلام الدين لهنا الدين الخير الدين المحبة الدين وين تذبع فيه والجنة الله أكبر كما مثلا باش أنخمي السياحة أنخمي السياحة خطر ذلك تقدر سيلا ربك لا تشعر أين درنا الزيادة في قتل وثيد بذار استيدي أتصغ اللي ثاري لك حسن يعني أتوي الدعوين غير جهنة ما أنا بعيد عن جربين جي المؤمنين أكتب عني قدنا إيقاد بيتكسر أكتب عن أن خلصت الحسنات للأجر يوم القيامة أسأل ولد فين يتسخيفة تخلص سوين يتسخيفة لأس الحسنات إذا يوم رأت سيدة أنخل يسيح وأنخل من خير إيقاد يغني الزيادة هو ثمث النغي عباد والحمد سيدة ربينا تنشكر سنعنا غير يغني فيها أما يفسد ربي سبحانه وتعالى أغسلوا ذي النعمة غدي فيك كل الخير غدي فيك يهنا غدي فيك الصحة العافية ذي المحبة الدورنا أنخم المجتمع الإيماني أي مثلا أكني أغي سيد ربي سبحانه وتعالى أغي يكتب السعادة الدنيا والسعادة الآخر أغي جاي ربي من المؤمنين حق الإيمان أغي جاي ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.